أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عمار يقول: لم تفي إحدى الحملات التي اشتركوا فيها بما وعدتنا فيه في العام الماضي، وأخذوا حقهم كاملا حيث كانت الخدمات أقل من العادية، ولم يهيئوا لنا ما وعدوا به من مسكن مريح، وقمنا بأداء حجنا مجتهدين أفرادا ومجموعات، وكان هناك تقصير. هل لنا أن نطالب بما تبقى من أجرة الحملة أم نترك ذلك حسابا لأجر الله؟ على أصحاب الحملات أن يتقوا الله عز وجل، وأن يفوا بالشروط، وأن يقوموا بالواجب، لأنهم يتقاضون في مقابل حمل الحجاج يتقاضون أموالا، عليهم أن يؤدوا العمل كما أخذوا حقهم من الحجاج والمعتمرين. أما إذا قصروا في شيء أنتم بالخيار، إن شئتم أن تسمحوا عنهم هذا تسمحون بحقكم، وإن شئتم أن تطالبوهم عند المسؤولين عن الحملات. نعم.